السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من استديوهات قناة سهيل الفضائية، والبداية بالعناوين. الأمم المتحدة تدعو الأطراف اليمنية إلى مزيد من المرونة وتحذر من ضياع الفرصة. مقتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع على تخوم مأرب. مرحبا بكم. قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن المساعي التي قادتها الأمم المتحدة تكللت بإقناع كافة الأطراف اليمنية بعقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة. وكشف ولد الشيخ في تدوينة له على صفحته بموقع الفيسبوك إن جولة المفاوضات التي أعلن عنها ستعقد في جنيف السويسرية أواخر الشهر الجاري، موضحا أن الأمم المتحدة تدعو إلى مزيد من المرونة، فلعل الفرص بعد الآن قد لا تكون مواتية. وكانت حكومة بحا أعلنت أمس موافقتها على عقد مفاوضات مباشرة مع الحوثي والمخلوع على أساس تنفيذ القرار الأممي 22/16. قال المحلل والخبير العسكري السعودي إبراهيم آل مرعي إن إعادة الأمن والاستقرار هي أخطر مرحلة في اليمن. وأوضح آل مرعي إن قوات التحالف لن تسمح للتنظيمات الإرهابية التابعة للمخلوع صالح بإفساد الإنجاز الذي تحقق حتى الآن. ومن جهته أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وقوف الإمارات من خلال التحالف العربي إلى جانب الشرعية حتى يعود اليمن إلى عروبته وتتحرر أرضه من سيطرة المتمردين والانقلابيين وحلفائهم من التنظيمات الإرهابية. قصفت مقاتلات التحالف العربي اليوم مخازن أسلحة تابعة لميليشيا الحوثي والمخلوع في العاصمة صنعاء. الغارات استهدفت مخازن أسلحة في معسكرات ألوية الصواريخ في فجع الطان شرقي العاصمة، والتي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع الانقلابية منذ أكثر من عام. وقد أعقب القصف سلسلة انفجارات في مخازن الأسلحة. أكد السفير السوداني لدى المملكة العربية السعودية عبد الحافظ إبراهيم أن قوات بلاده جاءت إلى محافظة عدن بناء على طلب من الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي. وقال السفير إبراهيم إن السودان لم يبخل ولن يبخل في تقديم يد المساعدة للحكومة الشرعية في اليمن رغم شحة الإمكانات المتاحة. ومن جهته اعتبر ناطق التحالف العميد أحمد عسيري هذه الخطوة قيمة مضافة لقوات التحالف على الأرض، وقال إن إعادة بناء أجهزة الدولة وفرض هيمنتها وسيطرتها يحتاج إلى عمل منظم لفرض الأمن ومكافحة الجريمة، كما يستدعي الاستعانة بقوات لمواكبة هذه المتطلبات. قتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي ومرتزقة المخلوع الانقلابية في عمليات للمقاومة الشعبية والجيش الوطني وغارات للتحالف على تخوم مأرب. مراسلنا عبد الله أبو سعد والتفاصيل. تواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية استهداف آخر معاقل ميليشيات الحوثي والمخلوع في صرواح، حيث قتل ما لا يقل عن 7 من مسلحيهم أثناء هجوم شنه أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في منطقة المشيح. كما قتل نحو 11 حوثيا وجرح 13 آخرين في غارات للتحالف العربي على مواقع للحوثيين وقوات المخلوع غرب صرواح. مصادر خاصة قالت أن 11 حوثيا قتلوا وجرح 13 آخرين في غارات للتحالف استهدفت تجمعا في منطقة رمضة وتعزيزات عسكرية في منطقة رحب غرب مديرية صرواح.
وأكدت المصادر تدمير 4 أطقم ومدرعة عسكرية وآليات أخرى ومخزن للأسلحة استحدثته الميليشيا غرب صرواح مساء أمس. كما شنت أيضا طائرات التحالف العربي غارات متواصلة ومكثفة على مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين وقوات المخلوع في منطقة المشيح شرق صرواح مساء أمس. وأكد مصدر في المقاومة الشعبية بالمنطقة أن أكثر من 7 غارات تم تنفيذها، وإن إحدى الغارات تسببت بانفجار قوي تبعه انفجارات ضخمة واشتعال النيران من المكان الذي يعتقد أن يكون مخزنا للسلاح. غارات التحالف مستمرة، ففي صباح اليوم شنت مقاتلات التحالف 10 غارات استهدفت مخازن الأسلحة بمعسكر اللواء 7 في العرقوب بمنطقة خولان. وأكد شهود عيان أن الانفجارات استمرت لعدة ساعات في المكان الذي تم استهدافه. عبد الله أبو سعد، قناة السهيل، مأرب. اشتكت أسر عدد من الصحفيين المختطفين لدى ميليشيا الحوثي والمخلوع في صنعاء منعها من زيارة الصحفيين المختطفين لدى ميليشيا الحوثي والمخلوع المتمردة بدعوى وجود توجيهات عليا بمنع الزيارة. وأعربت أسر الصحفيين المختطفين في بلاغ صحفي عن شعورها بالخوف والقلق الشديد من ممارسات الحوثيين بحق أبنائنا الصحفيين من تعذيب جسدي ونفسي ومعاملة لا إنسانية. وحملت قيادة ميليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولية كل ما يتعرض له الصحفيون. وطالب البيان المنظمة الإنسانية والصحفية والحقوقية المحلية والدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة وبعوثها إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ بالتحرك الفوري والعاجل والعمل على إطلاق سراح الصحفيين المختطفين. أمهلت قوات التحالف العربي ناقلة المازوت رويال 8 48 ساعة لمغادرة ميناء الحديدة بعد يومين من وصولها للرصيف وعدم تفريغها لحمولتها. مصدر في مؤسسة الكهرباء بالحديدة قال لمراسل قناة سهيل أن شركة النفط وفرعها بالحديدة يماطلون في تفريغ الحمولة لعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه مسبقا بأن تتكفل شركة النفط بقيمة الحمولة مع تفريغها ونقلها لمحطة راس كثيب وتضاف ضمن ديون مؤسسة الكهرباء أسوة بكهرباء المكلا. واستغرب المصدر من هذا الإجراء والمماطلة ضد كهرباء الحديدة رغم الحاجة الماسة وتفاقم معاناة المواطنين بالمحافظة وتراجع شركة النفط عن التزامها السابق، مضيفا أن مؤسسة الكهرباء تحاول منذ يومين التواصل مع الإدارة العامة لشركة النفط وفرعها بالحديدة دون أي تجاوب. فرقت ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابي عصر الأحد العشرات من مرضى الفشل الكلوي بالحديدة بالرصاص الحي بعد إغلاقهم لشارع صنعاء الرئيسي بوسط المدينة احتجاجا على توقف الخدمات الصحية بمركز الغسيل الكلوي وإغلاق أبوابه منذ أسبوع. وكشف مصدر طبي لمراسلنا بالحديدة عن رصد حالات وفيات ودخول آخرين من المرضى في مضاعفات خطيرة نتيجة ارتفاع السموم بسبب انقطاع جلسات الغسيل عنهم بعد إغلاق المركز. وعن أسباب إغلاق المركز الوحيد لغسيل الكلى في الحديدة أشار المصدر إلى أنه يأتي على خلفية إضراب أعلنه الموظفون بسبب عدم صرف مستحقاتهم من قبل السلطة المحلية التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي والمخلوع الإرهابية. وأضاف المصدر أن انقطاع التيار الكهربائي عن المركز كانت من ضمن أسباب توقف الخدمات الصحية داخل المركز، مشيرا إلى رفض شركة النفط التي تتحكم فيها ميليشيا الحوثي والمخلوع أيضا بصرف مادة الديزل لمؤسسة الكهرباء لإمداد مركز الغسيل الكلوي بالكهرباء اللازمة لتشغيله. خمسة آلاف وخمسمائة مصاب بمرض السرطان في تعز والمحافظات المجاورة باتت حياتهم مهددة بالخطر بسبب الحرب التي تجنها ميليشيا الحوثي ومرتزقة المخلوع على المحافظة لتصبح حياتهم بين جحيمين. الزميل محمد يوسف والتفاصيل.
مستشفى السرطان بتعز يخدم 5500 مريض، حصر المرضى من الوصول إليه واستهدف المبنى. لينتقل إلى مقر مؤقت لخدمة من يستطيع الوصول. انتقل المستشفى ليعمل بأقل القليل من أجهزته ومختبراته. انقطاع الكهرباء يؤدي إلى تلف كمية كبيرة من هذه البلازما، تشكل خسارة كبيرة على المؤسسة. ومعظم المرضى طبعا بحاجة لهذه المكون، مكون الدم يسمى الفريش فروزن بلازما. أيضا فيما يخص المحاليل وعدم إمكانية دخولها إلى المحافظات، كما تلاحظون الثلاجات يعني فاضية من المحاليل، مفرغة تماما من المحاليل. إضافة إلى أنه البعض الآخر من المحاليل نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي أتلفت بسبب هذا الكلام، فأدى إلى إيش؟ إتلافها ورميها، وهذا يشكل برضه جانب كبير من الخسارة. وليصبح العمل بدائيا أيضا. الأدوات اللي نستخدمها يعني جدا يعني زي ما تشوف الآن، معلش كابينة التحضير المفترض أن تكون موجودة، كابينة التحضير عشان تحضر العلاج الكيماوي، تعمل فلتر علشان العلاج الكيماوي ده يخرج لبرا. لكن الآن العلاج الكيماوي أنا ممكن استنشقه الآن، يعني يومين ثلاث أنا قلني مصاب. فالله يستر إن شاء الله، يكون ربي يلتمس، إحنا نلتمس إحنا أولا وأخيرا الأجر إن شاء الله، ربي بيكون معانا. الكثير من المرضى بحالة ميؤوس منها لتأخرهم عن الجرعات والأدوية. الآن المريض يعاني من صعوبة كبيرة في القدوم إلى تعز للأمانة، يعني في معي أمراض كثيرين أتوني في حالة انتكاس. ما السبب يا أخي ما تجيش؟ ليش انقطعت عن الجرعة؟ كانوا في قدم في مرحلة المتابعة الشهرية، جرعة خفيفة، بعد خرجنا من اللي عندهم سرطانات الدم من المرحلة المكثفة، دخلنا في المرحلة الخفيفة اللي هي المتابعة الشهرية. ما السبب في عدم مجيئك؟ يقول لك لا استطيع الدخول، انتظر في مداخل تعز من ساعات، احيانا يردونا لا نستطيع الدخول. كانت الصيدلية عامرة بالأدوية وتصرف كل الأدوية مجانا، اليوم اصبحت شبه خالية الا من القليل. ما نقدرش ندخل اي أدوية من خارج المحافظة الى مدينة تعز بسبب الحصار الحاصل داخل المدينة. لا يمكن ان نقدم خدماتنا ما لم توجد هناك ايادي خيرة تغيث هذا المركز وتغيث استمرار العمل في هذا المركز، ما لم يوجد هناك لفتة كريمة من الجهات الخاصة، من الجهات الخيرية، من الجهات الحكومية، من الجهات الداعمة، سواء كانت في اليمن أو في الخليج أو في العالم. نحن بحاجة إلى لفتة إنسانية كريمة تغيث هذا المريض الذي يعاني. كان يتردد على المستشفى ما بين 150 إلى 200 مريض يوميا من تعز ومن المحافظات المجاورة، بينما اليوم لا يصل إلا 40 إلى 50 مريضا فقط بسبب الحصار وعدم قدرة المرضى على دفع تكاليف المواصلات والانتظار على الحواجز. تصب ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية جام غضبها على الأحياء السكنية بعد أن عجزت عن تحقيق أي انتصارات على المقاومة الشعبية والجيش الوطني. الانقلابيون يواصلون يوميا قصفهم العنيف على منازل المواطنين، حيث رصدت كاميرا سهيل جانبا من القصف الذي طال بحي المركزي وباب موسى وحارة المحروقات والدمار الذي لحق بمنازل المواطنين. اللي حصل هذه ثاني قذيفة أو ثالث قذيفة تحصل إلى الحارة هذه، يعني فجعوا النساء، فجعوا الأطفال. القذيفة الأولى في بيت أحمد عبد الله الأفسع قتلوا 2 عيال ابنه، 3 من عيال ابنه قتلوا، وهذه القذيفة جاءت خرجت النساء من البيوت بشلحاتهن. احنا محاصرين بداخل تعز، محاصرين من الغاز، محاصرين من البترول، محاصرين من الديزل، محاصرين من المواد الغذائية، الماء حتى وهو الماء ما يخلوش الماء يدخل الى داخل المدينة. ابني الان ما هلوش، لو كان هلو كنت بتشوف اثر الضربة له كيف؟ ايش سببت له؟ سببت له شلال نصفين. على انه بنشلال.
احنا اي ذنب احنا كيضرب هنا لداخل بيوتنا؟ لا منا بهم، احنا نسأل من بعمل الله داخل بيتنا؟ لا معنا اسلحة ولا معنا شيء، ولا نحن حوثيين ولا نحن مقاومة ولا نحن تبع احد. تم استهداف الحي بقذيفتين هون في يوم الخميس الساعة 10:45 مساء يوم الخميس من قبل ميليشيات الغازية العفاشية من اتجاه الدفاع القوي، وهذه الأضرار أمامكم المنازل اللي ضررت في القذائف، وكذلك من اتجاه جامعة تعز الموجود فيها الميليشيات الغازية. تداول ناشطون على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤلم وصادم لأحد الأطفال الذين أصيبوا في قصف لميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية على الأحياء السكنية في تعز. الفيديو سجل للطفل فريد أثناء تلقيه العلاج وهو يصرخ ويناشد الأطباء بكلمات عامية مؤلمة: لا تقبروناش، بمعنى لا تدفنوني، وكأنه كان يرى أن حياته انتهت لكنه لا يريد أن يدفن. هذا وقد فارق فريد الحياة بعد يوم من إصابته وتم قبره خلافا لوصيته لا تقبروناش. وقد أطلق ناشطون على الفيسبوك وتويتر هاشتاغ بعبارة الشهيد الطفل فريد الشهيرة لا تقبروناش، وفي المقابل تم إطلاق هاشتاغ باللغة الإنجليزية Don't bury me تنديدا بجرائم ميليشيا الحوثي المروعة بحق الإنسان اليمني. نشرتنا انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. الأمم المتحدة تدعو الأطراف اليمنية إلى مزيد من المرونة وتحذر من ضياع الفرصة. مقتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي ومرتزقة المخلوع على تخوم مأرب. للمزيد يمكنكم متابعة صفحة القناة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب. في أمان الله.